هنتكلم النهاردة في موضوع الشركة، موضوع إلى حد ما أنا تخصصي في المجال ده، موضوع شيق، وموضوع السادة المحامين لما بيتناولوه بطريقة غير مهنية بعض السادة المحامين، حتى لا أعمم. دور المحامي في تأسيس الشركات وما بعد وأثناء التأسيس وما بعد التأسيس. أول المستثمر أو رجل الأعمال ما يعوز يفتح شركة ويعمل نشاط، أول حاجة بيعملها إيه؟ عايز يأسس شركة. اللي هيأسس له شركة واحد من الاثنين، يا إما محامي يا إما محاسب قانوني. 90% من رجال الأعمال بيروح لمحامي. ليه؟ لأنه أنت أدرى ببواطن الأمور، لأنه النظام الأساسي في الشركات نص على أن يكون هناك مستشاراً قانونياً للشركة. ده في النظام الأساسي في الشركة، وهنعرف يعني إيه النظام الأساسي. يجي لك رجل الأعمال أو تتعين في شركة ويقول لك إحنا عايزين نعمل شركة. طيب، مبدئياً لازم أنت كمحامي مهني تعرف يعني إيه شركات، أنواع الشركات إيه. وأي واحد عايز يأسس شركة هأسس له شركة؟ لا، هناك بديهيات في هذا الفرع من فروع القانون، ألا وهو تأسيس الشركات. لابد أن نفرق فيه ما بين شركات الأموال وشركات الأشخاص. يعني إيه شركات أموال ويعني إيه شركات أشخاص؟ شركات الأموال يا شباب اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة، هو ذلك النوع من الشركات الذي ينظر إلى المال فقط بغض النظر عن الأشخاص المشاركين فيه. يعني الشركة المساهمة الفيصل بها هو السهم، مين اللي مالكه لا يعنينا. الجمعية العامة لما بندعي لها بندعي لحملة الأسهم، أهم حاجة السهم. أما في شركات الأشخاص اللي هي التضامن والتوصية البسيطة، فهو العامل الرئيسي فيها هو الشخص. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ ما يصلح لذلك لا يصلح لهذا. بمعنى جالك موكل هو وابنه ومراته عايزين يعملوا شركة، الأمور عائلية تماما، تسيطر عليها رب الأسرة هو الحاكم، يبقى احنا نعمل له شركة أفراد. ليه؟ لأنه في شركات الأفراد اللي هي التضامن والتوصية البسيطة الفرد هو أساس الشركة. طالما أسسنا شركة تضامن فالشخص الذي في العقد يدور وجودا وعدما مع الشركة. يعني أي قرار لابد أن يكون مشترك للشركة، لو هنغير جمعية عامة أو هنغير جماعة الشركاء أو هناخد قرار مصيري للشركة. ما ينفعش شريك في شركات الأفراد يطلع ويتخارج من الشركة إلا بموافقة مين؟ جميع الشركاء، كلهم لازم يوافقوا. طب شركات الأموال فيهم الكلام ده؟ لا، شركات الأموال اللي هي المساهمة والمسؤولية المحدودة لها نظام خاص بها. لما يجي رجل أعمال يأسس شركة فأنت تنصحه أنت عايز تشتغل في إيه؟ وعايز مين معاك في هذه الشركة؟ وهل هذه الشركة بها نشاطات معينة أم أنك تريد شركة عامة؟ ليه؟ لأنه أنا هحكم عليه وأقول له تشتغل في إيه؟ بمشورة المحامي. هيجي بعد 5 سنين وهو شغال تحصل عنده مشكلة هيرجع فيها لمين يا شباب؟ يرجع لمين؟ للمحامي. وما ينفعش سيادتك تدي له استشارة قانونية وتصبح غير مسؤول عنها، لأنه ده على تراكم السنوات هيؤثر في سمعة المحامي. يقول لك والله فلان ده ما عرفش حاجة، ده غرقني. صح؟ احنا مش عايزين نوصل لكده، عايزين المحامي اللي يتعرض لتأسيس شركة يكون واعيا تماما لمشاكل الشركة قبل الشروع في التأسيس. يعني أنا وأنا بأسس الشركة
لازم أعمل حساب اجتماعي الجمعية العامة هيكون فين، عشان لما تحصل جمعية عامة ويحصل دعوة بطلان أنا كمحامي الشركة عيب يتعلم عليا، عيب لما أقول له والله ده كان مفروض يتعمل الاجتماع بتاعها في مدينة القاهرة وجيزة تبقى للنظام الأساسي. طب يا أستاذ أنت ما قلتش ليه الكلام ده، ما أنت حاضر، ينفع؟ إذن فتأسيس الشركات لابد أن تحتاط فيه، وأنت بتتعامل في أموال وأرقام كبيرة لازم الإنسان يكون على قدر المسؤولية. جي رجل الأعمال والله يا أستاذ أنا عايز أعمل شركة، طيب طالما هو هيدخل فيها ناس مختلفين ورأس ماله كبير أنا أنصحه أن يعمل شركات أموال. ليه يا شباب؟ لأنه شركات الأموال أولاً أن المسؤولية تقتصر فيها على حصة الشريك. الرجل دخل بألف سهم، هو يسأل في الألف سهم، الشركة دخلت في السوق وخسرت 1,000,000 جنيه، ما يجيش حد يخبط على باب بيته، لأنه الحصة بتاعته تقتصر على إيه؟ على الأسهم بتاعته بس. لكن في شركة التضامن والمسؤول والتوصية البسيطة شركات الأفراد فهو مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية في ماله الخاص. الله، يعني أنا عملت شركة تضامن ودخلت السوق وخسرت وجاء عليها تنفيذ المحضر، هينفذ على محمود محي الدين على عربيته وبيته؟ آه، محامي شاطر يعمل كده. آه ليه؟ لأنه في شركات الأفراد المسؤولية مسؤولية تضامنية، طالما أسست شركة فأنت مسؤول في مالك الخاص. رجل الأعمال ما يحبش كده، رجل الأعمال بيلعب في السوق بيزنس، أنا هشتغل الشركة تبقى مسؤولة، يبقى أنت تاخد شركات أموال اللي هي إيه يا شباب؟ شركات الأموال، تمام، مساهمة والمسؤولية المحدودة. التوصية بالأسهم هي شركات المختلطة. ليه سيادتك؟ لأنه فيها شريك موصي اللي هو مسؤول مسؤولية فعلية عن الإدارة، وفيها شريك مساهم اللي هو بالسهم، فهي من أنواع الشركات المختلطة وليست من شركات الأموال أو من شركات الأشخاص. القانون ما عليك فيه، عندنا قانون 102، قانون 59، وفي قانون 72. أنا لما أجي أسس شركة على قانون توصية بالأسهم هيبقى عندي فيه إيه؟ واحد موصي مسؤول في ماله مسؤولية شخصية زيها زي التضامن، واحد مساهم بالسهم لا يسأل إلا في قدر إيه؟ حصته فقط. يبقى الشركة هنا فيها إيه؟ نوعين. نعم؟ الشركة يا فندم؟ نعم فندم؟ طيب ماشي. النقيب بيقول خلي الأسئلة، هنفتح باب الأسئلة بعد المحاضرة. يا فندم يسأل. ويسأل يا فندم عن إدارته الفعلية للشركة، وبعد المحاضرة أوضح لسيادتك وهشير لحكم محكمة النقد ممكن ترجع له. طيب عملنا يا شباب الشركة وأسسناها. شركات المساهمة إيه هي؟ أول ما أجي هتكلم إيه هي شركات المساهمة. شركات المساهمة هي تلك التي تتكون من أسهم. تتكون من إيه؟ من أسهم. يعني باجي أقول عندنا هكون شركة مساهمة من 10,000 سهم. القانون قال لك الأسهم ما حددهاش، ولكن حدد قيمة إيه؟ السهم الواحد. لا يجوز تجزئته. السهم لا يجوز تجزئة السهم، هو السهم تتعامل به كسهم. في حالة وجود السهم أنا كشريك في الشركة بكون من مؤسسي الشركة أو من المكتتبين. في شركات المساهمة عندنا نوعين في التأسيس، واحد اسمه مؤسس اللي هم لا يقل عن 3. القانون قال إنه قانون في تأسيس الشركات المساهمة لا يقل عن كام؟ عن 3 مؤسسي. أما ما يزيد عن ذلك فأنت وشأن. في المسؤولية المحدودة لا يقل فيها عن
شريكين. لكن المسؤولية المحدودة لها ظروفها نشرحها بالتفصيل، خلينا في شركات المساهمة. بعد ما أسس عندي هيجي يقول لي أنا عايز أعمل شركة رأس مالها كذا، والمؤسسين معايا كذا، وأعضاء مجلس الإدارة اللي معايا كذا، والجمعية العمومية عايزها تعقد في مدينة كذا. ليه الكلام ده؟ لأني أنا بطلب منه توكيلات، ولازم في التوكيلات يا شباب ينص على أنه يسمح له في تأسيس الشركات والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمصالح الحكومية والغير حكومية. ليه الثلاث جملات دول؟ ليه بالذات؟ لو ما فيهوش تأسيس شركات لما تروح تأسس مش هينفع تأسس. لو ما فيهوش المصالح الحكومية والغير الحكومية لما تيجي توقع سيادتك على عقد تأسيس الشركة الشهر العقاري هيرفض. يا إما منصوص صراحة عليه في التوكيل إنك أنت تأسس الشركات أو تتعامل مع الشهر العقاري في تأسيس والتخارج من الشركات. دي صيغة مهمة جدا، لأنه هي هتواجهك عمليا لما تروح تفاجأ أنه التوكيل بتاعك ما ينفعش أنك أنت تشتغل بيه، وما ينفعش ترجع للموكل تقول والله التوكيل عندي فيه غلط. أول ما يعمل لي توكيلات بقول له طيب أنا عندي خمس نقاط لابد أن أستوفيهم منه. أول حاجة اسم الشركة، أنت هتسميها إيه؟ هو خدها من الموكل، ولازم آخد منه بدائل. يعني إيه بدائل؟ يعني لازم آخد منه اسمه اثنين وثلاثة. ليه؟ لأن أنا أول ما آخد وأروح أشتغل هطلع حاجة من الهيئة العامة من السجل اسمها إيه؟ شهادة عدم التباس. فعدم الالتباس ممكن يكون الاسم اللي ادهوني ملتبس، ما استناش ارجع له تاني، فيبقى معايا البديل وانا واقف. طب شوف لي الاسم ده، طب شوف لي الاسم ده. كان قبل صدور قانون 4 لسنة 2018 لا يجوز ان تكون الشركات المساهمة باسم شخص، باسم انسان. مثلا محمود عبد الحي خالد، قبل القانون ما كانش يسمح، اما الان فيسمح ان تكون الشركات المساهمة على اسم، بشرط أن يكون أحد المؤسسين فيها وأحد الشركاء اسمه كده. كانت دي بتواجهنا فيها مشكلة قبل التعديل القانوني، القانون 4 لسنة 2018 عملياً. إزاي؟ كانت بتيجي شركات من بره ليها فروع بره، ودي حصة أنا عندي شخصياً، عايز الاسم اللي هو مؤسس بيه شركة بره يجي يفتح بيها إيه؟ هنا في مصر. الجماعة الطليان والجماعة الروس والجماعة الإنجليز، الطليان بالذات، في أسر هناك محترفة حرف معينة واسمها في السوق معروف. أول ما تقول كذا يبقى ده يقصد بيه البلور، يقصد بيه الزجاج، يقصد بيه الساعات، حرف معينة مشتهرة بها ناس معينة. فجي موكل عايز يفتح باسمه اللي في إيطاليا شركة هنا، فالقانون للأسف الشديد قبل قانون تعديل 4 ما كانش يسمح بكده، لأن بقول لك كان بيقول إنه الشركات المساهمة الاسم يشتق من الغرض الذي أسس من أجله. جه في تعديلات القانون 4 اللي حصلت مؤخرا في 2018 فتح الموضوع، قال لك يجوز للشخص أن يؤسس شركة بشرط أن يكون هو إيه؟ واحد فيهم. اسم الشركة أول حاجة هتاخده من الموكل عشان تجيب شهادة عدم الالتباس. رقم اثنين، عنوان الشركة فين؟ لازم أخد منه عنوان الشركة عشان أحط العنوان ده في النظام الأساسي، لأني أنا أول ما هاجي أفتح حساب للشركة أول حاجة بعد شهادة عدم الالتباس بيسأل فيها عن إيه؟ عنوان الشركة. بعد كده بسأله عن مين أعضاء مجلس الإدارة، هات لي مين من دول هيبقى عضو مجلس إدارة. في الشركات المساهمة يا شباب لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن كام؟ عن ثلاثة. ما ينفعش يزيد لكن لا ينقص.